طب ما نسيبنا من موضوع البرفانات وهعمل لك روتين كامل بمنتجات رخيصه واقتصاديه وكلها سعرها بجد فظيع، وهتبقى حنينه وفي نفس الوقت جسمك هيبقى ريحته حلوه ونظيف ومتعطر ولا انضف من كده. يلا بينا. اول حاجه معانا في الروتين بالمنتجات الاقتصاديه ازاله الشعر. هتزيل الشعر باي وسيله، احلى وارخص وسيله ممكن تستخدميها هي الشفرات. الشفرات دي كويسه ولطيفه، وسعر الواحده بيبقى باكت كده كله ب 20 30 جنيه وفيها 10 قطع، فتحفة اسمها كوين. فدي اول خطوه معايا. تاني خطوه الشاور. هناخد شاور باي شاور انت عايزاه. الشاور ده حجمه عملاق لتر كامل وسعره 35 او 45 جنيه من ايفا، وريحته حلوه جدا وهيقعد معاكي سنه كامله ومش هيرضى يخلص. بعد الشاور هنيجي نقطه الترطيب. عندنا بقى القمر دوت من انشانتر، خطير وريحته تحفه. القوام بتاعه بصوا كريمي كده خفيف خالص للصيف. لو انت عايزه يبقى قوام اتقل هبقولك على تريك بعدين كده انا بعملها عشان اتقل القوام شويه خليه ترطيبه كده اكتر. الريحه ثابته جدا. هنسكت لحد كده؟ مش هنسكت، بما ان احنا في الصيف فالبودر ديت صديقتنا الصدق اختنا كده اللي لازقين فيها. هنستخدم بودر وسلام من نفس ريحه اللوشن اللي احنا استخدمناه، وهنحطها في اماكن اللي بتعرق جامد، يعني تحت الصدر، الظهر، يعني تحت الاندر ارم شويه. الحته اللي بتعرق جامد ديت هتخلي ريحتك قمر وثابته ومش هيبقى فيها رطوبه او العرق دوت، وحجمها كبير وسعرها رخيص. خلصتي كده يا كوكي؟ هقولك ابدا، عندنا اهم خطوه وهي ترطيب البكيني. هنرطب باحلى كريم مرطب انت ممكن تستخدميه، ده اسمه كراميكس جل، خطير. هعمل منشن اكيد للاكونت بتاعه، عباره عن جل كده ريحته كده كانك وردايه، فهو المكان كله هيبقى ريحته ورد. بس بقى عشان بتكسف مش محتاجه نقول لك ان سعره اصلا اقل من 60 او 50 جنيه كمان. بعد كده هنحط مزيل العرق اللي بيريحك. انا مش هقول لك، انا بس حب جدا دوف دوت اللي بالرمان، ريحته حلوه وثابته وخطير. عندك تو اوبشن بعد كده، يا اما تحطي بادي ميست يا اما تحطي برفيوم اللي تحبيه. هرشح لك المره دي البرفيوم ديت لان هو ماتشنج جدا مع الباودر والبادي لوشن، ريحتهم كده قريبه شويه من بعض. لو انت عارفه الريحه دي بتاعت انشانتر فانا هرشح لك البرفيوم بتاع دورال كوليكشن. الريحه دي اسمها وين اوفر، ده شكله كده وسعره 99 جنيه. برجع للفيديو بتاع المشتريات بتاع الفيديو ده بتاع البرفيوم ده، خطير وريحته حلوه. وبصي الباكج بتاعتك، حتى لو عروسه انت ممكن تشتريه على التسريحه بتاعتك كده، شكله تحفه وثابت ثابت معقول، يعني بيقعد 6 ساعات مثلا وبعد كده السريحه بتبدا تخف تخف تخف، وبعد كده خلاص بتروحي تقدري تجدديه. انت كده عملتي روتين كامل بمنتجات كلها اقتصاديه ورخيصه، مش هنضربها على صابون ولا اي حاجه من الكلام ده.